رايب يحمل الحكومة السورية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في التقرير التالي. حرب مستمرة منذ 10 سنوات في سوريا تخوضها الحكومة السورية ضد شعبها بدعم من روسيا وإيران، تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي وافتعال أزمة إنسانية بحسب ما صرح به المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن. المبعوث الأمريكي قال في بيان إن هذه الحقيقة وثقتها هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن الأخيرة أظهرت للعالم دليلا جوهريا على أن الحكومة السورية وداعميها من روسيا وإيران ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل. قانون العقوبات قيصر الذي طبق في 15 من حزيران يونيو عام 2020 وغيره من العقوبات المستهدفة على الحكومة السورية وأنصارها يسعى بحسب المبعوث الأمريكي إلى المساءلة عن فظائع الحكومة وقطع الموارد التي يستخدمها الرئيس السوري بشار الأسد لتأجيج الصراع. رايبورن أكد على أن برامج عقوبات قيصر لا تستهدف التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية في سوريا، منوها إلى أنه يمكن استخدام العقوبات كأداة لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها. بيان المبعوث الأمريكي أشار إلى أن الحكومة السورية تواصل منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري. ومن هانوفر أرحب بضيفي سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري. مساء الخير أستاذ سامر، وأهلا بك على شاشة اليوم وضيفا في حديث اليوم. لو بدأنا من تبادل الاتهامات بين دمشق وواشنطن حول مفاعيل العقوبات الأمريكية وأثره في الأزمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا، السؤال ما الأثر الحقيقي لهذه العقوبات على السوريين؟ مساء الخير إليك ولفريق العمل والسادة المجاهدين، وكل عام بخير، واتمنى 2021 تكون عام نهاية الاستبداد، نهاية الفصائل الإرهابية والانفصالية. نعم سيدي، السوريين ليسوا بحاجة للمبعوث الأمريكي جويل رايبورن ليقول بأنه النظام يتلاعب بالعقوبات والأزمة الاقتصادية ويتلاعب بقوت العالم. قبل ما بلش جوابي على سؤالك أنا بدي أذكر فقط، يمكن بال2007 و2008 كلفت وزارة الزراعة اللي أنا كنت فيها وأنا كنت بفريق العمل بدراسة للفقر، طلع معنا نتائج مخيفة، طلعت 35% من الشعب السوري في عام 2007-2008 سد الجفاف. أنا الرقم أكيد بين 2007 و2008 35% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع. تحت خط الفقر المدقع يعني تحت الدولار بنهار. هذا ما كان فيه لا ثورة ولا عقوبات ولا أي شيء. والحقيقة والمبكي بأنه أكبر نسبة فقر كانت من شرق حلب لحدود الجزيرة السورية، يعني بخزان سوريا من المواد الغذائية. العقوبات الاقتصادية اللي عم تفرضها تحت موجب قانون سيزر استهدفت الغذاء والدواء. نحن نعرف بأنه النظام لا يهمه كثيرا موضوع قوة الشعب، ودليل استهدف المشافي والأسواق الشعبية. بالنسبة لسؤالك ماذا تؤثر، أنا برأيي لولا هذا النظام، يعني لولا هذا النظام لن تؤثر، لأنه الغذاء مستثنى والدواء مستثنى. بتأثر بشكل بموضوع ارتفاع الدولار، نعم تؤثر بارتفاع الدولار، هذا مرتبط يعني ممكن يتحسن بتحسين الدخل. لو هذا النظام المجرم لم يفرغ الخزينة المركزية، كل ما نزلت كان ربط الأسعار بالأجور بالأسعار كان انحلت المشكلة. حقيقة المسؤول الوحيد عن الأزمة الاقتصادية هو سياسات النظام المجرم بشار أسد، ليس خلال الثورة، من وقت ما استلموا السياسات الاقتصادية تهدف إلى تركيع وتجويع الشعب السوري. نعم سيدتي.
طيب، ولكن حزمة العقوبات الأخيرة شملت البنك المركزي، بالتالي ستتأثر الليرة السورية وستنهار أمام العملات الأجنبية وسيحصل هناك غلاء بالأسعار، بالتالي المتأثر الحقيقي هم الشعب السوري. سيدتي، انا حكيت بانه الدولار مو سيتاثر، بلش يتاثر وانهارت طلعت الحزمه. نعم. الاخيره اللي هي الحزمه السادسه ارتفعت 80 دولار 80 ليره الدولار، او بين يعني بين 80 و100، ولامست 3000. انا حكيت هذا الموضوع. نعم. هلا الموضوع شلون بنحل؟ لولا هذا النظام لم يفرغ الخزينه من القطع الاجنبي كان ربط الاسعار بالاجور. يعني تعتقد أن النظام سيتضرر من العقوبات أو لن يتضرر؟ الحكومة، عفوا، الحكومة السورية، هل سيتضرر أو لن يتضرر؟ النظام كنظام نعم سيتضرر، يعني لما ترتفع ل 3000 دولار، خاصة العقوبات قاسية على البنك المركزي. لقينا تأثيره رأسا فورا ببيع بنك عودي لأسهمه، خروج المصارف الخاصة. حقيقة المصرف المركزي بسوريا، مشان بس فقط توضيح، نعم تفضل، هو عبارة عن سمسار للنظام. يعني هو خازن أو سمسار للم العمولة لصالح النظام ولصالح آلتي العسكرية. نعم، يعني ستتأثر النظام، ستتأثر تحويلات التجار المرتبطة بالنظام أكيد، ولكن وستأثر، يعني أنا ما لا أنكر تأثيره على الشعب، ولكن لولا هذا النظام، يعني لو يهم هذا النظام الشعب، هناك حلول أخرى يمكن أن تخفف من وطأة التأثير ارتفاع الدولار على المواطنين. نعم سيدتي. طيب، يعني جواب سؤالك، نعم ستتأثر الصبر. نعم. طيب، الحكومة السورية تقول بأنها لن تتضرر من العقوبات الواقعة عليها، إنما الشعب السوري هو المتضرر. طيب، إلى متى سيستمر برأيك الحكومة السورية بسياسته وعدم الامتثال لقرار مجلس الأمن 2254 لتخفيف الضغط عن الشعب السوري؟ لأنه هو قال بأن هذه العقوبات لن تؤثر على الحكومة السورية، إنما ستؤثر على الشعب السوري وهو سيكون الخاسر الوحيد. ذكرتيني بالقصة اللي بنعرفها نحن صغار اسمها دائرة الطباشير القوقازية، لما أمين وأم كاذبة وأم حقيقية بيشدوا الولد. حقيقة لو هذا النظام فيه شرف وفيه كرامة ما بيحكي الحكي. من كم يوم كان في اجتماع للمجرم بشار الأسد مع كبار الضباط وقال لهم حرفيا وتسرب الاجتماع بأنني أنا لن أستقيل، لن أتنحى وسأموت في القصر الجمهوري. طيب، أنا لح أجي مع النظام وأنه النظام لن يتأثر الحكومة. طيب، أنت حكومة موجب الدستور، دورك لتصير حكومة ونظام أنك تحمي هذا الشعب. لنفرض جدلا حديثك صح، فاستقيل يا أخي، تنحى مو مشان كرم عيون العقوبات، كرم عيون الشعب اللي عم تقول حيتأثر بعدين. يعني مو من زمان، من 7-8 أشهر أو أكثر بشوي قليلا، يعني حلفائك الروس والصينيين عطلوا قرار مجلس الأمن بحق النقد الفيتو بإدخال مساعدات إنسانية لهذا الشعب. يعني كيف انت خايف على هذا الشعب من الجوع وعم تمنع حتى دخول مساعدات الإنسانية؟ هذا النظام مجرم كاذب. نعم، على هذا الكلام، على ضوء كلامك، جوي رايبرن قال بأن الحكومة السورية تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، وهي بنفس الوقت تقول بأنه الشعب السوري هو المتضرر، وهي طبعا تمنع إيصال المساعدات إلى المناطق الخارج عن سيطرتها. ولكن كيف تنظر لتصريحات رايبون عندما قال بأنه الحرب التي تخوضها القوات الحكومية مع بدعم من روسيا وإيران هي من تسببت بالأزمة الاقتصادية السورية؟ نعم، هذا بنعرفه من عام 2011. المتسبب بالأزمة الاقتصادية هي حرب المجنونة الذي مارسها بشار أسد المجرم على شعبه. يعني لا العقوبات، العقوبات اجت تحصيل حاصل. بعدين خليني اوضح نقطة كثير مهمة. حقيقة النظام منهار اقتصاديا. العقوبات، والأمريكان مالهم أغبياء، بيعرفوا بأنه هذا النظام خزينته فرغت واو. العقوبات الاقتصادية، عقوبات سيزر بالتحديد، صحيح هي تحت عنوان أنه استهداف النظام، ولكن حقيقة هو استهداف لروسيا بالتحديد، حتى منعها من استغلال النصر
بين قوسين النصر العسكري التي تدعي انه حققته بسوريا باغراض اقتصاديه. نعم. الشركات الروسيه واقفه وحامله ملفاتها وعم تستنى وقف الاله العسكريه لحتى تدخل تعيد الامر. قانون سيسر والحزمات المتتابعه اوقفت الطموح الروسي بالاستفاده من اعاده اعمار، لانه الامريكان قالوا حرفيا والاوروبيين معهم لا اعمار بوجود هذا النظام. طيب روسيا وايران، اذا كانت هذه العقوبات هي رساله لروسيا او ايران، ولكن هذه الدول لديها تاريخ بالالتفاف على العقوبات، يعني بالتالي ممكن أن تلتف على العقوبات الأخيرة ولا تتضرر منها، ما رأيك؟ نعم أنا أتفق معك بذلك للأسف الشديد. يعني والمجلس الأمن مختطف من روسيا والصين، ويعني حقيقة يعني أنا ما بعرف، يعني هذا رأي شخصي أنه لابد استخدام لغة الحزم مع هذا النظام، لأنه هذا النظام غير سائل. يعني إذا بيموت آخر سوري جوعاً، وعلى فكرة آخر سوري حتى من حاضنته، يعني حتى من ما يسميها سوريا المفيدة، سيبقى يعني ما كثير بيهمه. بعدين العقوبات الاقتصادية اللي استهدفت امبارح، يعني من كم يوم الأخيرة، اللي استهدفت فواز الأقرس أبوها للمجرمة أسف، يعني الشعب السوري شو تتأثر؟ يعني إن شاء الله في بعض الوطنيين السوريين رفعوا كتاب للحكومة البريطانية مشان سحب الجنسية أو محاصرة فواز أخرس، الذي يمول حقيقة نظام أسد، أو على الأقل يمول شبيحته والبروغندا الإعلامية تبعه. نعم سيدتي. طيب ما تقييمك إلى الآن لفاعلية العقوبات الأمريكية أو العقوبات الغربية على سوريا؟ أنا من الناس اللي مأيدين قانون سيسر. يعني في ناس بتقول إنه العقوبات لم تسقط أنظمة. نعم، يعني العقوبات حقيقة منذ عام 1950 بحصار كوبا، مرورا بحصار فنزويلا، وحصورا والتجربة اللي موجودة عندنا بمدينة حصار صدام الحسين، لم تسقط نظام، ولكن تضعف سيدتي. يعني النظام متأمل على الأقل بال 2021، حتى لو عيد انتخاباته مشكوك بشرعيته، ما قدر يبسط كامل سيطرته على كامل التراب السوري. فالنظام العقوبات تضعف النظام، وما بتوقع، يعني ما بتوقع تؤدي إلى إزالته لابد من عمل عسكري عربي أو دعم الجيش الحر، دعم الفصائل الثورية والحقيقية. نعم. قبل ما تقضي على المنظمات الإرهابية إرسال داعش. أشكرك على كل هذه الإيضاحات من هانوفر، رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري سامر كعكرلي، شكرا لك. فصل مشاهدينا، أبقوا معنا.